اخواني السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وحوالكم ان شاء الله بخير. في هذا الفيديو اتيتكم بالجديد، جديد تيكنو بوب، تيكنو بوب 3 كما ترون في الشاشه. جهاز جديد في من شركه تيكنو، 16 جيجا في الرام، تيكنو بوب 3 على بركة الله. قم بفتح هذا العلبة، نرى شكل الجهاز، الجهاز الجديد لتيكنو بثمن رائع كما ترون. تلاف وخمسمية ميجا أوم في البطارية، 16 جيجا في الروم، 8 ميجا بيكسي في الكاميرا، وعرض الشاشة 5.7 سكرين، كما يضم أيضا لومبرانت، وكذلك فلاش وكاميرا. جهاز رائع بثمن في المتناول للجميع. يأتي بمكان شريحتين وكذلك مكان كارت ميموار وبطري خارجي. يمكنه كما ترون، ويأتي معه أيضا بوشيت شارجر من نوع تيكنو، كذلك ديكودور من نوع تيكنو وبطارية. لا تنسوا دعمنا بلايك، لكي نستمر في وضع كل جديد إن شاء الله دائما في القناة لكي يصلك كل جديد. لا تنسى تفعيل الجرس، وبرعاية الله في فيديو جديد إن شاء الله.